أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بالحضرة عند الصوفية وضربهم بالشيش؟ فلقد ناقشت صوفيا يقول إن ضرب الشيش كرامة وتقرب من الدين، ويقول إننا نسبح ألفا ونحمد ألفا ونكبر ألفا وغيرها من أقوال، فأفيدونا وما رأيكم بهذا الكلام وأثابكم الله تعالى. الشيش ما هي؟ أنا ما أعرف الشيش إلا حقت الدخان اللي يشربون الدخان. ما هي الشيش؟ إن كانت أدوات لهو، أدوات اللهو والطبول والمزامير، هذه أدوات لهو. والله لا يذكر، الله جل وعلا لا يذكر باللهو، إنما يذكر بالتسبيح والتهليل والذكر. ولا تستعمل الطبول اللي يستخدمها الصوفية، يستخدمونها يقولون هذا ذكر لله عز وجل، يستعملون الموسيقى والأغاني يقولون هذه ذكر لله، هذه ذكر للشيطان ليست ذكرا لله سبحانه وتعالى. الله يذكر بالتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، هذا الذي يذكر الله به جل وعلا. يذكر أيضا بالعبادة، الصلاة والصيام والعبادات، هذا ذكر لله عز وجل. أما الطبول والمزامير والأغاني فهذه من البدع المحدثة، ولا يتقرب إلى الله بها. نعم.